السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجزء الثالث النهاردة بإذن الله، والجزء الأخير إن شاء الله، يعني كده هيبقى آخر جزء في شرح الـ IR. تمام، إحنا خدنا شرح الـ IR على 4 محاضرات. المحاضرة الأولى كنا خدنا فيها Introduction، وفي تاني محاضرة خدنا تركيب الجهاز الداخلي، وابتدينا من المحاضرة الثالثة والمحاضرة الأخيرة اللي هم يعتبروا بالنسبة للشرح المحاضرة الثانية والثالثة، هم دول اللي اتكلمنا فيهم على شيتات الـ IR. فبنكمل القصة اللي بدأناها المحاضرة اللي فاتت عن تركيب الجهاز، وتكلمنا كمان في المحاضرة اللي فاتت عن شيتات، تكلمنا على الألكانات والبنزين والكلام ده كله، والألكين والألكاين والألينز. المرة دي هنبدأ ناخد مركبات فيها فانكشنال جروب تانية، فتعالوا نشوف اللي عندنا ايه النهاردة بإذن الله. بيقول لي محتوى المحاضرة دي إن شاء الله هيكون على الكحولات والفينولات، وهيتكلم على المركبات اللي فيها الأمين جروب. تمام، اهو بنتكلم على الكحولات، بنتكلم على الامينز، كربوكسيليك كومباوند، المركبات اللي فيها الهالايد الاورجانيك هالايد، او المركبات اللي فيها سلفر، وكمان المركبات اللي فيها النيترو والنيترايلز، هتبقى مختلفه شويه عن الامين. واخر حاجه نتكلم كمان عن الايثر. فتعالوا نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه واشهر حاجه في الاي ار بتكون واضحه جدا بالنسبه لي، بنتكلم على الاي ار سبيكترا بتاع الالكهول والفينولز. ليه؟ لان بيقول لي هما الاثنين بيحتووا على الهيدروكسي جروب كفانكشنال جروب، فبالتالي انا لازم، بما ان هما الاثنين بيحتوي على نفس الفانكشنال جروب، فمن المنطقي ان انا احطهم في كاتيجوري واحد. ليه؟ لان هو الاي ار اصلا بيقيس فانكشنال جروب، فبالتالي هما الاثنين فيهم او اتش، هيبقى الاختلاف طفيف جدا ما بينهم. وده بيرسم لك صيغه عامه للكحولات وكمان الفينولات، كلهم بيبقى فيهم الاو اتش، دي هي بتبقى الجزء بتاعي المهم بالنسبه لي اللي باني في الاي ار. بيقول لي والله ان الاو اتش، ودي مهمه قوي تبقى واخد بالك منها بقى المره دي، ان هي بتظهر فيري سترونج باند، وكمان بتكون فيري برود. ازاي فيري برود؟ ثانيه كده هرسم لك. طبعا مش تظهر شارب باند زي مثلا اللي خدنا المره اللي فاتت تريبل بوند، تمام، في الالكاين، لا، ده هي هتظهر برود باند بشكل كبير جدا. يعني مثلا قلنا خدنا خط ال 3000، تمام، احنا بنقول بتظهر من 3200 ل 3400، فهي بتظهر كده، تمام، بتظهر بتكمل حتى تحت بعد ال 3000، وبتوصل لحد 3500، ساعات توصل 3600، فيري برود بيك، وبيك قويه جدا، واصله تقريبا لحد قريب من نهايه الشيت. البيك دي لا تخطئها عين، يعني انت لو بصيت في الامتحان ما تقلقش خالص، ولو شفت اي شيت اي ار ما تقلقش بالمره، انت هتميزها بشكل مباشر، اول حاجه عينك هتقع عليها تبقى في اعلى الترددات، بتبقى من 3400 ل 3200. ده لو كان اللي هو ايه، لو كان السوليوشن اللي عندك دايليوتد. طيب لو انت واخد حاجه في سوليد ستيت، ده اسف، ده لو كان المحلول مركز شويه. اما لو كان عندك الحاجه فيري دايليوت سوليوشن، لو المحلول مخفف جدا، فبتظهر لي شارب باند من 3500 ل 3600 في ترددات اعلى. ده بيبينه طبعا السبب في الاختلاف ده بين مع التركيزات، ده تأثير الهيدروجين بوندنج. تمام، الهيدروجين بوندنج هنتكلم دلوقتي على تأثير الهيدروجين بوندنج، وهوريك شيتات لنفس المركب متقاسة عن تركيزات مختلفة، وهوريك شكل وتأثير للتخفيف مع ايه، مع القياسات المختلفة. يبقى هو نفس المركب، انا قايسه بس عن تركيزات مختلفة، فايه اللي بيحصل؟ بيغير شكل الشيت تماما، خصوصا في المنطقه دي. تمام، طيب مع الاو اتش دي جزء، انا حكيت نص القصه. الالكول فيه دايما رابطه ما بين الكربون اكسجين بوند، وزي ما قلنا المره اللي فاتت الكربون اكسجين بوند بتكون رابطه قويه جدا، تمام، وبتكون رابطه هايلي بولر، فبيكون الابزوربشن بتاعها قوي. تمام، ولذلك انا لما هاجي هتكلم على حاجتين. يبقى انا بتكلم هنا على الكربون اكسجين بوند، بتديني سترونج باند، وسترونج باند قلنا ان هي واصله لاخر الشيت من تحت. طيب سترونج باند، تمام، طيب موقعها فين؟ بيقول لي موقعها بتعتمد انت بتتكلم على كحول ولا على فينوليك كومباوند. بيقول لي لو على كحول هتلاقيها في حدود ال 1100، يبقى سترونج بيك واصله لاخر الشيت من تحت في حدود ال 1100، تزيد توصل 1200، تقل تحت ال 1100، بس في الرينج ده. ده بياكد لي ان هي كحول، ان هي كربون اكسجين، بس الكربون دي بتكون اس بي 3، تكون كحول. اما لو كانت فينوليك فدي بتبقى حلقه بنزين، حلقه البنزين اللي هاجرين فيها بتكون اس بي 2، فبتكون السلبيه الكهربائيه اعلى، ولذلك قوه الرابطه بتكون اعلى، وهنا بتكون في حدود ال 1300.
فنركز قوي في الحته دي، لان الحته دي هنشوفها في الايثر. الايثر ما فيهوش غير الكربون اكسجين بوند بس، تمام. هنرجع لها دلوقتي كمان في الايثر. تعالى كده بقى نشوف، زي ما قلت لك الهيدروجين بوند بتاثر على المركب، وشكل الشيك بيختلف مع التخفيف. كل ما خففت اكتر الجزيئات بعدت عن بعض اكتر، فاصبحت فرص تكوين الهيدروجين بوند اقل، فبيظهر الشيك من غير تاثير الهيدروجين بوند. والهيدروجين بوند بتعمل برودنينج، بتوسع البيك، بتخلي البيك واخده رينج كبير، مثلا من هنا من ال 4000 تمام بيوصل لحد ال 3000، وتحت ال 3000 لو بقى الهيدروجين بوند قويه ساعات بتاخد من 3400 لحد 2500، تاخد فيري برود رينج، تمام. ده بياكد لي ان انا عندي هيدروكسي جروب، وبتبقى واضحه جدا. التاثير ده بتغلب عليه بالتخفيف، تمام. طيب لو خففت وقعدت اخفف وبرده الشيت ما اتغيرش، يعني انا عندي مركب اتاكدني فيها هيدروكسي جروب وطلع الشيت مش عاجبني، فقلت اخفف عشان اخد شارب بيك، فبيقول لي لو قعدت تخفف ومفيش تغيير، يبقى المركب الهيدروجين بوند دي جوه المركب ذات نفسه. ايوه، يبقى الهيدروجين بوند دونر والهيدروجين بوند اكسبتور في نفس المركب، تمام. ما الهيدروجين بوند بتبقى تكون امتى؟ لما تيجي ذره الهيدروجين تبقى ماسكه في فلور او في اكسجين او نيتروجين، وتكون مرتبطه بواحده من الثلاثه برضه قصادها في الجنب الثاني، فبتبقى يعني بتبقى هيدروجين بريدج ما بين اثنين هايلي الكترونيجاتيف اتوم. طيب لو كانت بدايه وتكوين ونهايه الهيدروجين بوند في نفس المركب، فكده هي مهما خففت الجزء مع بعضه عامل هيدروجين بوند داخليه، بتبقى اسمها انترا موليكولار مش انتر موليكولار، مش باين جزيئيه، دي داخليه، في الجزء من الداخل بتتكون فيه اللي هو يكون علاقه المجموعه الدونر والاكسبتور 1 2 لبعض، دي ودي علاقتهم 1 و2، وبرده ده دايول اهو، بس الكربونات على الكربون الاوتش على الكربون رقم 1 ورقم 2. ده يأكد لي ان هي انترا موليكولار هيدروجين بوند. يبقى انا لو عملت الشيك وابتديت اخفف والشيت ما اتغيرش، يبقى دي ادتني ستراكشرال انفورميشن، ادتني معلومه عن التركيب ان الاو اتش قريب منها بولر جروب، ولازم تكون العلاقه ما بينهم زي ما قلنا كام؟ 1 و2 زي الارثو نيتروفينول او ال1 2 دايول، تمام؟ الجليكولات كلهم. طيب لو كانت الاو اتش انترا موليكولار بين الجزيئات وبعض، يعني ده في او اتش وده في او اتش وده في او اتش، بيعملوا هيدروجين بوند مع بعض بس بين الجزيئات. لو ابتديت احط سولفنت، هيبعد الجزيئات عن بعض، تمام. لما احط سولفنت كتير هيبعد الجزيئات عن بعض، فهيقلل فرصه تكون الهيدروجين بوند، وبالتالي هيتغير شكل وموقع البيك مع التخفيف بتاعه الاو اتش. انا بتكلم هنا كله على البيك بتاعه الاو اتش، ده كله من اشهر الحاجات اللي بتميز لي الكحولات. تعال نبص كده على اول كحول، ده عندك كحول هبتانول، تمام. اشهر حاجه قلنا بتبقى فيه برود بيك اهي، طبعا ما حدش يقول لي لا دي شبه الكربون بتاعه الاستيلين او شبه مش عارف اللي هي الكربون هيدروجين بتاعه الاستيلين، لا شبه الامين، لا دي مميزه جدا برود بيك، وساعات بتبقى اكبر من كده، يعني دي كمان صغيره يعني لحد هنا، معموله برده بتركيز معقول، يعني اللي عامل الشيت ده راجل معلم عامل الشيت بتركيز معقول. لو هو كان سايب التركيزات مفتوحه كانت تاخد الشكل ده، تاخد المسافه دي كلها وبيبدا يتداخل معاها بيكات ثانيه، تمام. يبقى دي الاو اتش بتاعتنا، تمام. طبعا هو اليفاتك، فبيكون كل الكربون هيدروجين تحت ال 3000، ادي سي اتش دي فورميشن، وادي الروكينج اللي اتكلمنا عليه المره اللي فاتت اللي هو السلاسل الطويله، وهنا قلنا مين في حدود ال 1100 اقل او ازيد بيكون الكربون اكسجين بوند اللي هي ما بين الكربونه دي والاكسجينه دي، دي كده الكربون اكسجين بوند، وبتكون برضو سترونج بيك لانها تبقى نازله لتحت. طيب تعالوا نشوف بقى حاجه اروماتيك، ده خدناه المره اللي فاتت، بس تعالوا بقى المره دي نهتم بالاو اتش، برضو برود بيك قلنا من 3200 ل 3400، تمام. في هنا يعني لسان صغير كده طالع اللي هو بتوع الاروماتيك، وهنا دول بتوع الاليفاتيك، قلنا امتصاصهم ضعيف اذا ما قورنوا بالبولر جروب، تمام. بعد كده بنقول من 1400 لل 1600 ده بتاع الاروماتيك ككل، وقلنا فين هنا؟ في حدود اهو، قلنا مين؟ قلنا ان الكربون اكسجين بوند بتاعت لما تبقى ماسكه في فينوليك كومباوند، يبقى الكربون اكسجين بوند بتبقى في حدود تحت ال 1300 هنا، بس بيقول لي هنا مش سهل اميزها اهو، يعني قلنا ال 1300 هنا بتبقى في حدود ال 1300 تحت او اقل او يعني اعلى شويه، تمام، بس ما نقدرش نميزها قوي، فده برضو بياكد لي ان انا عندي كربون اكسجين بوند عشان المركبات الاروماتيك بيبقى فيها
يعني كعبالة كتير. تمام؟ طيب تعال نشوف دول متى سبستيتيوتد. فقلنا المرة اللي فاتت بيظهر لي بيكا فوق ال 800 وبيك واحدة تحت ال 800، طبعا ظهر بيك تانية هنا بس ده برضو يعني هي تبقى الانديكيتيف هي دي ودي، اثنين بيكس قلنا بيبقى في الميتا والمونو سبستيتيوت، بس في المونو سبستيتيوت بيبقى الاثنين تحت ال 800، انما في الميتا سبستيتيوت بيبقى واحدة فوق ال 800 وواحدة تحت ال 800. ارجع للمحاضرة اللي فاتت كنت شارح فيها الحتة دي بالتفصيل. ده كده الشيت اللي عندي. تعال بقى اوريك اللي هو كحول زي الواحد اوكتانول. تمام؟ ادي 8 كربون جنب بعض عاملين سلسله وفي اخرهم في برايمري الكول، نفس الكحول بنفس الجهاز ونفس العينه قسناها ثلاث مرات عند تركيزات مختلفه. تمام؟ زي ما قلت لك لما بيكون التركيز عالي فالهيدروجين بوند بتكون قويه فبتديني برودنينج، الهيدروجين بوند بتخلي البيكه بتاعه الاو اتش واخده رينج كبير. تمام؟ لكن لما ابتديت اخفف وصلت التخفيف ل 1% ابتدت الشارب بيك اللي هي عند من 3500 ل 3600 تظهر، والبرود بيك ستيل موجوده ولكن ضعيفه. لما خففت خالص وصلت نص في المية او تحت من كده تقريبا اختفت البرود بيك خالص وبقت عندي الشارب بيك اونلي اللي هي في حدود من 3500 ل 3600، وده بياكد لي ان المركب اللي عندي كحل وما فيهوش اي مجموعه ثانيه بتاثر على اوتش جنبها، هو فقط الهيدروجين بوند الانتر موليكولر مش انترا موليكولر. تمام؟ ده وطبعا هنا الحته اللي بنعملها دايما عشان نتلافى الحته دي بنستخدم نان بولر سولفنت كربون تترا كلورايد، وهقول لك في اخر المحاضره ليه الكربون تترا كلورايد واحد من افضل السولفنات اللي انا بستخدمها في الاي ار سبيكترا. طيب بما اننا اتكلمنا على الكحولات تعال نتكلم بقى على الايثرز بسرعه. الايثر هو شبه الكحول ولكن بيفتقد مجموعه الاو اتش. تمام؟ يبقى هو مش هتلاقي فيه الاو اتش ولكن هتلاقي فيه السي او بوند. تمام؟ وقلنا السي او بتظهر 1100 للاليفاتيك. تمام؟ وبتظهر في حدود 1300 لو كانت السي او من اروماتيك. تمام؟ فده اللي بيميزها. يبقى بنقوله ان هي بتظهر سترونج باند في حدود ال 1300 لو كان عندي مركب اروماتيك، وفي حدود سترونج باند لو كانت ناحيه الاليفاتيك. هي دي ما بين اروماتيك والاكسجين فبتظهر 1300، وما بين الاليفاتيك كربون والاكسجين فبتظهر في حدود ال 1100 فيري سترونج بيك. بيقول لي خد بالك ان دي الحاجه الوحيده المميزه للكحولات اللي ما فيهاش اي فانكشنال جروب، لان بتبقى باينه كانها ان فانكشنالايزد هيدروكربون، كانها مركب سلسله كربونيه ما فيهوش ولا فانكشنال جروب، اللهم الا لو انت عينك بصت وشافت الحاجات دي، لكن انت لو باصص على الفانكشنال جروب ريجن مش هتشوف فيها حاجه، هي بتظهر كلها تحت ال 1600 في الفينجر برينت ريجن. تمام؟ تعالى اوريك ادي الايثر اللي عندنا. تمام؟ كله الفاتك فبيظهر كله تحت ال 3000، مفيش اي حاجه هنا. عند ال 1400 ل 1600 مفيش حاجه، يعتبر بس الديفورميشن العادي، ولكن ظاهر لي هنا طبعا بيك لا تهمل، ما اقدرش اقول ان انا مش شايفها، اهي في حدود ال 1100 بالظبط دي، وبيك سترونج بيك نازله قويه جدا، ده بياكد لي ان اللي عندي ده ايثر ما فيهوش اي حاجه ولكن في عنده بيك كربون اكسجين بوند عند ال 1100. تعالى كده نبص على ايثر بس يكون فيه جزء اروماتيك. تمام؟ ده خدناه برده المره اللي فاتت. طيب بص هنا بقى هيظهر لك ايه؟ هنا ده سيمتريك فبيظهروا في نفس المنطقه، لكن هنا لا، ده في جزء كربون اكسجين بس واحده اليفاتيك وجزء منها اروماتيك فبيظهر لي اثنين بيك، واحده تظهر فوق ال 1200 اللي هي في حدود ال 1300 هنا، دي بتاعه الاروماتيك اللي هي كربون اروماتيك للاكسجين، والثانيه في حدود ال 1100 او فوق ال 1000 بشويه يعني دي الكربون اكسجين بتاعه الاليفاتيك. طيب تعال نبص برضو منطقه الاروماتيك من 1400 ل 1600 دي الاروماتيك ريجن. تمام؟ وهنا بيقول لي هنا كمان مين عندي الاروماتيك ستريتشنج، وعندي كمان حته الاليفاتيك اللي هي سي اتش 3 فيها سيمتريك وانتي سيمتريك، وان كان الاروماتيك شويه شيفتد عندي ترددات اقل، وده بتاثير ان المجموعه دي بتمنح الكترونات فبتضعف الترابط ما بين الكربونات والهيدروجين فبتخليها شيفتد شويه عند ترددات اقل، بس ده برضو يعني مش موضوعنا. تمام؟ هنا يعني الى حد ما بيكون عندك ادي الاثنين بيك. تمام؟ عشان مونو سبستيتيوت تحت ال 800، وان كان بتظهر حاجات ثانيه عشان زي ما قلت لك في الكترون دونيشن هنا بيعقد الموضوع شويه. نصيحه يعني لازم تبقى حاططها في دماغك، عمرك ما تقعد تفسر كل بيك على حده، ان صعب الاي ار تمسكها بيك بيك وتقعد تبص لي على كل حته وتقول لي دي بتاعت ايه. لا، الاوفر انتربريشن بتاع الاي ار بيعقد الموضوع ما بيحلش. ما تحاولش تعمل انتربريتنج او انك انت تحاول تفسر لي كل بيك، هتعقد نفسك مش هتحصل على معلومات. انت بتحصل على بعض المعلومات من هنا وبتاكدها بطرق تحاليل ثانيه. طيب تعالى كده نشوف اللي بعده. عندي الامين كومباوند. في الامين كومباوند بيبقى عندي ال NH. تمام؟
وزي ما قلنا الان اتش برضه سترونج بوند، فبتظهر برضه في قريب من المنطقه اللي بتظهر فيها الاو اتش، وان كان الشكل مختلف. بيقول لي والله الامينات ممكن يكون عندي برايمري امين او سكندري امين. واحد هيقول لي انت ليه ما حطيتليش التيرشري امين؟ تمام، ليه ما حطيتليش التيرشري امين؟ اقول لك استنى، التيرشري امين ما فيهوش اي ان اتش، فالتيرشري امين مش هتقدر تميزه بمنطقه امتصاص اللي هو الان اتش بوند، لان هو مش موجود فيه، فمش هتعرف تاكد التيرشري امين ما فيهوش ان اتش. فخلاص كده الموضوع انتهى بالنسبه لي. انا بالنسبه لي البرايمري امين والسكندري امين. بيقول لي بقى ان الامتصاص بتاعهم بيظهر في حدود من 3200 ل 3500، من 3200 ل 3500. والميزه الكبيره هنا ان عدد البيكس اللي بتظهر في المنطقه دي حسب عدد البروتون، لو فيها 2 هيدروجن يعني ان اتش 2، ان فيها ان اتش وان اتش فبتظهر لي 2 باند، تمام، ولو كانت ان اتش واحده فبتظهر لي سنجل باند، وده برضو من الحاجات المميزه جدا. كمان الامتصاص بيكون ميديوم مش سترونج، وما بيكونش برود، لا ده بيبقى كده صغير، سنتين صغيرين طالعين، او دي برضو امتصاص متوسط، انما الاو اتش بتبقى كبيره. لو المركب بتاعك فيه اتش وان اتش 2 غالبا مش هتشوف الان اتش 2 عشان بيبقى اكلتها الاو اتش تحت منها ومدارياها. تمام، دي هي الحاجه اللي عايزك تاخد بالك منها في الامين. طيب تعالوا كده نشوف، ادي عندنا مركب اميني في فري امين جروب ان اتش 2، فلازم يظهر لي منطقتين اللي هم من 3200 ل 3500. ادي كمان عامل السنتين الصغيرين دول، مميز قوي الامين عن اي حاجه ثانيه، تمام، فده بياكد لي ان هو امين كومباوند وبرايمري امين، كل الهيدروجينات تحت ال 3000 يبقى ده المركب ده كله اليفاتيك. الامين في حاجه ثانيه مهمه جدا جدا جدا، ان اتش 2 ديفورميشن، تعال اقول لك عليها بقى. بيقول لي ان الان اتش ما فيهاش الكلام ده، الان اتش 2 هي اللي بيحصل فيها ديفورميشن او سيزرينج، بيحصل فيها تغير في الزوايا بين الهيدروجينات وبعضها. ادي عندي الان اتش، ادي الان، وادي الهيدروجين، تمام، وادي الهيدروجين. هنا بيبداوا يقربوا على بعض كده او يبعدوا عن بعض، فده بيديني امتصاص ثاني مميز اللي هو البرايمري امين، وده بيبقى امتصاص قوي جدا في حدود من 1600 لل 1650، تمام، ده بيبقى امتصاص قوي شبه الكربون اكسجين بوند، تمام، شبه الكربونايل جروب. ولكن اللي بيميزها ان هو الكربونايل ما بتنزلش الترددات القليله دي بالساهل، تمام، يعني الا في حالات نادره لو كان عندي امايد، يبقى ده بيميزها ان هي بتبقى عند تردد اقل من الكربون اكسجين بوند، ولكن الامتصاص بيكون قوي جدا. اهو ده عند ال 1600 تقريبا بالظبط كان الامتصاص بتاعنا، وما كانش برضو بقوه الكربونايل، عند دول الديفورميشن، تمام. بيحصل بقى او او بي والكلام ده كله، الحته دي بتبقى معقده شويه في الامين، فسيبك منها دي، يعني ابعد عنها شويه. تعال بقى نشوف لو عندي سكندري امين، ادي امين في ان اتش واحده، فبيظهر لي بيكا بسنه واحده، وده ياكد لي ان هو سكندري امين. كمان هنا في عندي بيكات فوق ال 3000، ده للاروماتيك، والحته دي للاليفاتيك سيمتريك وانت سيمتريك. وبعد كده في الديفورميشن، بص شكلها خداع جدا، لو كان كربونايل كان هيبقى هنا في الحته دي، تمام، كربونايل بيبقى هنا في حدود ال 1700، لكن عند ال 1600 بالظبط ده بتاع ال ان اتش ديفورميشن، بيحصل بيندنج، تمام، غالبا بتظهر في السكندري امين، ما بتظهرش قوي في البرايمري، بتظهر في البرايمري امين ما بتظهرش في السكندري امين. طبعا هنا من 1400 ل 1600 وان كان حصل تداخل، ده بتاع الاروماتيك رينج. طبعا في اروماتيك ان اتش بوند ما بتبقاش ظاهره قوي، لان بتبقى يعني ممكن تتحسب بالكمبيوتر، لكن انت بعينك ما تقدرش تميزها مين في دول، هو الجهاز جايبها هنا بس، تمام. عندي كمان ده مونو سبستيتيوتد بنزين، فبيبقى له 2 بيك تحت ال 800، تمام، يبقى تحت ال 800 بيبقى له 2 بيك، ده بياكد لي برده ان هو ده مونو سبستيتيوتد بنزين. طيب تعال بقى نحكي قصتنا الطويله النهارده وكلامنا اللي ما بيبقالوش حدود النهارده، هيبقى عن الكربونايل كومباوند. اتكلمنا في اول محاضره باستفاضه عن الكربونايل كومباوند، اتكلمنا على الكربون دبل بوند او، سي دبل بوند او دي اتكلمنا عليها في اول محاضره، وقلنا كمان الامتصاص بتاعها وتاثرها بالريزونانس، تاثرها باي حاجه سواء الكترونيك او ميزوميريك افكت، تمام، وستيك افكت، فاتكلمنا على كل ده. لو كده ارجع بص عليهم الاول، وتعالى بص هنا، بيقول لي الكربونايل كومباوند بيبقى فيه سي او بوت، في سي او جروب، وفي كمان الجي جروب. طيب الجي قال لي والله على حسب الجي، بيبقى لو بقت اتش بيبقى الدهايد، بيبقى كيتون، لو بقت اساي جروب بيبقى انهايدرايد، استر او امايد، او حتى فري كربوكسيليك اسيد.
تعالوا كده نبدأ نشوف أول حاجة. بيقول لي الستاندر بتاعنا واللي خدوا العالم كله ستاندر بالنسبة لنا الساتيوريتد السايكليك كيتون، وده بيدي امتصاص قوي في حدود ال 1720. ساتيوريتد السايكليك كيتون إن هو كيتون عادي مش حلقة، وبيكون ساتيوريتد عشان مفيش حاجة تأثر على الدبل بوند، تمام. وهنا بيبقى R وR ما فيهاش أي مشاكل خالص. بيقول لي إن دي بتدي امتصاص مميز، حاجات زي الأسيتون والكلام ده بتدي امتصاص مميز عند ال 1720، ده مميز للكيتونات، وده استخدمناه ريفرنس، يعني ده الستاندر بتاع الكربونايل جروب. أي تغير عن الرقم ده أو أي حيود أي ديفيشن عن الرقم 1720 ده بيكون سببه إما إن يكون إلكترونيك أو استيريك إفكت حوالين الكربونايل، يعني حاجة من هنا أثرت على الكربونايل دي وأثرت على قوة الربطة دي. ارجع لأول محاضرة اتكلمنا بشكل كامل على الحتة دي، فقلنا لو كانت الجي جروب دي اللي احنا عاملينها الجي دي الكترون دونيتنج جروب بتدي الكترونات، فبتخلي دي تتسحب لفوق وبتزداد طول الرابطة الكربون اكسجين بوند، وده بينتج عنه ان دي تبقى رابطة اضعف، ونتيجة ان ضعف الرابطة سي او بوند تمتص عند ترددات اقل. لكن لو كانت دي الكترون وزدرون، تمام، تعال امسح لك بس دول عشان ما تخش مني. لو كانت دي الكترون وزدرون فبتسحب الالكترونات، فبتسحب كمان بتأثر المسافة ما بين دي ودي، والنتيجة ان بيبقى السحب واصل لكده، فقوة الرابطة دي بتزداد وده بيخليها تمتص عند هاير فريكوانسي. قلنا في المرة اللي فاتت قلنا لو عندي مثلا اسيتايل كلورايد اللي هو CH3، تمام، اهو قلنا عليه المرة اللي فاتت وليه ارقام واضحة جدا، تمام، وادي السي ال، قلنا السي ال بتسحب الالكترونات فبتقوي الرابطة دي، فبتخلي الاسيتايل كلورايد يمتص عند 1800 بدل 1720. اتكلمنا المرة اللي فاتت على تأثير اللي هو لما تبقى طالعة من حلقة، ارجع برضو لهم وبص عليهم. تعال بقى نبص على شيتات كل المركبات اللي فيها كربونايل كومباوند، واقول لك على تركة كل مركب فيه كربونايل جروب. اول حاجة لو عندي كيتون، تمام، وده أليفاتيك كيتون، كل اللي فيه الكايل جروب، ما فيهوش حاجة اروماتيك ولا فيه دبل بوند ولا فيه تريبل بوند، فده كل الامتصاص بتاعه تحت 3000، ادي خط ال 3000 الامتصاص بتاعه كله تحت ال 3000، ده أليفاتيك، تمام، فيه امتصاص قوي وواضح جدا في حدود ال 1720، ده مميز جدا للكربونايل جروب. طب ده كويس، في حاجه من 1400 ل 1600 لا دي كانت عاديه، دي ديفورميشن ما فيهاش اي مشاكل، دي برضو سي اتش 3 ديفورميشن ما فيش اي حاجه هنا وما فيش حاجه هنا، ده مش اروماتيك ده كله أليفاتيك، ده بياكد لي ان ده كيتون. طيب في اي حاجه ثانيه؟ لا، يبقى مدام ما فيهوش اي حاجة تانية يبقى ده اللي عندي كيتو. طيب لو كان الدهايد، الدهايد مبدئيا فيه الكربونايل جروب زي التاني، كويس، وفي سي اتش 3 ديفورميشن والباقي هنا لو ظهر اي مشاكل عادي. تعال بقى نبص هنا، لو بصينا دي نازلة خط واحد لكن هنا بدأ تظهر شوية حاجات. بيقول لي لا، الالدهايد بيتميز بجانب وجود مجموعة الكربونيل ان في هيدروجين اللي هي الالدهيدك هيدروجين. الالدهيدك هيدروجين دي كانت بتديني خطين قلنا عليهم في اول محاضره، الخطين بتوع الالدهايد الكربون هيدروجين اللي هي الالدهيدك هيدروجين دي بتديني خطين واضحين جدا، واحده عند ال 2750 وواحده عند ال 2850، تمام. انت برضو مش هتشوف في الشيتات، معظم الشيتات الاجهزه بتبقى الريزوليوشن بتاعها عالي، مش هيبين لك ال 2850، ده ال 2750 عند تردد قليل فبيبان عشان هو بعيد شويه عن ال 3000. ال 2850 فين؟ دايما بيبقى متداخل مع مين؟ مع بقيه مجموعه الاليفاتيك هنا، فمش واضح، بس انت مجرد ما بتلاقي السنه اللي طالعه دي هنا فده بياكد لي ان انت عندك الدهايد، وفي ساعات بتشوف الاثنين مع بعض، ده بياكد لي ان عندك الدهيد الكومباوند. يبقى انا عندي اثنين بيك مع بعض 2750 و2850 مع بعض، وكمان ظاهر لي كربونايل جروب، ده كله بياكد لي اللي عندي ده اللي هو الدهيد الكومباوند. طيب تعال شوف اروماتيك الدهايد بقى. لو الالدهايد اروماتيك فببص اول حاجه الكربونايل اهي قويه واضحه جدا، بعد كده في عندي الاتش، ادي الاثنين اتش بتوعي كويس جدا ظاهرين. طيب الاروماتيك بروتون بيقول لي بص هي البيك بادئه من هنا ودخلت لحد تحت هنا، بيقول لي هنا اللي سبب ان الاتشات بتاعت الاروماتيك رينج رحل شويه ان دي في ريزونانس قوي، في الكترون دونيشن كده،
والمجموعه دي كمان بتسحب الالكترونات لفوق، فالريزونانس ده ان دي الكترون دونر ودي الكترون ويزدوني ودي الكترون وزدرونج، فده بيأثر على قوه الرابط بيخليها شيفتد شويه عند ترددات اقل. بعد كده طبعا الاروماتيك بروتين لا يخفى على حد، ده هي عامله يعني بص عامله الواجب وزياده، شوف مطلعه كام بيك. كمان في سي اتش 3 ديفورميشن، ما تنساش ان في عندي كربون اكسجين بوند، ركز الله يهديك. هنا في مين؟ في ايثر جروب. انت لما هيجي لك في الامتحان او يجي لك شيت حتى مركب انت ايسو، انت ما بتختارش، مركب في فانكشنال جروب واحده، لا في اكتر من حاجه. فهنا اللي قلنا عليه في الايثر حته للاروماتيك كربون اكسجين وحته للاليفاتيك، تمام. ودول عشان بارا سبستيتيوتد فبيظهر له بيك واحده فوق ال 800، وده برضو نفس الكلام اللي قلنا عليه في المحاضره اللي فاتت. يبقى كده ده برضو تعلمنا على الشيت ده بسرعه، تمام. هسيب لك الشيتات دي كلها في ملف بي دي اف، هتلاقيه في صندوق الوصف بتاع الفيديو ده باذن الله. طيب تعالى بقى نشوف لو كان عندي فري كربوكسيليك اسيد. كربوكسيليك يعني ايه؟ يعني فيه كربونايل، ما هو ده معنى كلمه كربوكسيليك جروب، وهيدروكسايد جروب، تمام. فبتتجمع في كلمه كربوكسايد، يبقى انا لازم اشوف حاجه للكربونايل ولازم اشوف حاجه للاو اتش، كويس. طيب الكربونايل بنعرف نكشفها بسرعه، ادي الكربونايل في حدود ال 1700 ظاهره وواضحه. امال ايه ده بقى؟ بيقول لي هنا حصل اوفرلاب ما بين حاجتين، قلت لك انا ان الاو اتش بتبقى بيك غلسه بتبقى برود بيك اهي، دي كلها الاو اتش حصل اوفرلاب مع السي اتش 3 اللي هو السي اتش بوند بتاعت اللي هو الالكايل جروب بقيه السلسله، فهنا حصل اوفرلاب ما بين الاثنين بيك، وادالك الشكل الغريب ده، كان المفروض يظهر كده لو كان الكول بس كمان دول بيظهروا معايا، فحصل اوفرلاب ما بين البيكس مع بعضها. يبقى انا لو عندي كربونايل جروب وعندي برود بيك هنا، يبقى كربونايل واكسجين وهيدروكسيد جروب، يبقى ده اسيد فري كربوكسيليك اسيد. ده طبعا الديفورميشن والكلام ده كله، كمان يعني بيبقى فيه سي او بوند بتظهر وان كانت ضعيفه ومش مميزه قوي هنا، تمام. سيبك من الحته دي برضو زي ما قلت لك، احنا دايما غالبا بنهتم بالحته اللي فوق هنا، دي هي الفانكشنال جروب ريجن. طيب تعالى كده نشوف الاستر. الاستر اللي حصل، انا خفيت الاو اتش، الاو اتش اتفعلت فخلاص كده اختفت الاو اتش، يبقى هيبقى اسيد ولكن ما فيهوش الاو اتش اهو عادي، وده هي الكربونايل جروب. هتقول لي لا استنى بقى، طب ايه اللي هيعرفني ان ده استر ومش كيتون؟ هقول لك اصبر بالراحه. الاستر ايه اللي يميز عن الكيتون؟ ده في كربونيل وده في كربونيل، يبقى احنا اتفقنا في كربونيل، بصينا هنا مفيش هيدروكسيل جروب. طيب تمام، هتجري وتقول كيتون؟ لا، ده انت شايف هنا بيك واصله لنهايه الشيت، فيري سترونج بيك. دي انهي كربون؟ دي بص الكربوكسيل جروب بتبقى عامله كده، سي دبل بوند او، ودي قلنا عليها مين؟ اللي هي عند ال 1700 دي. طيب في حته ثانيه اهي، دي بقى الكربونه الكربون اكسجين بوند السنجل بقيه الكربوكسيل، دي بتديني امتصاص قوي في حدود ما بين ال 1200 ل 1300، فيري سترونج بيك، وده بياكد لي ان اللي عندي ده هو عباره عن كربوكسيليك استر وليس كيتون. يبقى انا اللي بيميز الكيتون عن الاستر الحته دي، تمام، ده اللي بيميزه. تعال نشوف استر تاني برضو نفس الكلام، الاستر بس خليناه برضو ياخد اتجاه تاني، قلنا الحته دي بتظهر في حدود ال 1700 اهي، تمام، ما بين ال 1700 ل 1800، والحته دي قلنا هتظهر تديني امتصاص قوي هنا اهو، تمام. يبقى كده انا ما عنديش حجه، كل ما اقول لك ما تقوليش بقى ده كيتون ولا استر، تمام كده. يبقى انا ادي الكربونيل ظهرت عندي في حدود ما بين ال 1700 لل 1800 هنا، وادي الرابطه دي قلنا بتظهر في حدود ال 1200، ظهر طبعا هنا ظهر اثنين بيك واحده، المهم ان البيك دي قويه جدا، يعني البيك دي لا تهمل، ما تقدرش تهملها، اوعى تبقى عامل نفسك اعمى ومش شايفها وتجري وتقول لي كربونيل. طيب ده اليفاتيك ولا اروماتيك؟ والله هنا بص خط ال 3000 اهو، ده الحاجز بتاعنا، هو هنا ظهر ويك بوند
ويك بيك جدا فيري ويك كمان، ولكنها ظهرت من ضمن الاروماتيك فدي تعتبر اروماتيك. طيب ايه اللي اكد لي انها اروماتيك؟ ما تنساش الحته المهمه للاروماتيك اهي، من 1400 ل 1600 ظهر لك 2 بيك. كمان حاجه تانية، بص بقى ده مونو سبستيتيوتد بنزين، قلنا المونو سبستيتيوتد بيظهر له 2 بيك تحت الكام؟ تحت ال 800. الله ينور اهم، دول الاثنين بيك ده اللي اكد لي ان هو اروماتيك. بصينا كمان اكدنا ان اروماتيك ازاي، من الهيدروجن ومن منطقه ال 1600، وتاكدنا من السبستيتيوشن باترن عن طريق ان انا بصيت عند الارقام اللي هي ما بين الاخر حاجه اللي هي تحت ال 1000، قلنا ان هنا ظاهر لي تحت ال 800 خطين بس، ده بياكد لي ان هو اروماتيك كومباوند، وان هو استر ليه في كربونيل وفي كمان اللي هي الكربون اكسجين بوند، دي بتميز الاستر الطويله اللي هي عند ال 1200. تمام. طيب تعال بقى نشوف الانهيدرايد. الانهيدرايد هو عباره عن ادي اساي جروب ودي اساي جروب، طبعا سواء كان سيمتريك او ان سيمتريك، يعني هو كان سيمتريك او ان سيمتريك من اسيد تاني مش فارقه معايا، المهم ان هو في الانهيدرايد جروب. تعال كده بقى نقسم الانهيدرايد شويه، في عندي هنا كربونايل جروب وفي عندي هنا كربونايل جروب، يبقى عندي 2 كربونايل جروب. طيب تمام، وما تنساش ان عندي سي او بوند، دي مش فيه عندي الكربونايل، انا مهتم بالبوند دي، ثانيه امسح لك الحته دي. تمام، انا مهتم بالحته دي بقى اهي دي كده. طيب دي بتظهر فين؟ نفس اللي قلناه من بدري، في حدود ال 1200 اهي، بتديني فيري سترونج بيك. طيب ودي هتبقى اعرفها ازاي، انهيدرايد ولا استر؟ ما دي مش انديكيتف، دي مش حاجه تديني انديكيشن. تمام، بيقول لي بما ان عندك 2 كربونايل جروب والمجموعه دي سحبه جدا للالكترونات ودي سحبه جدا للالكترونات، فده بيخلي الكربونايل تبقى عند ترددات عاليه. واسمع الكبيره، مش انت عندك 2 كربونايل جروب بيبقى لك 2 بيك كربونايل، الكربونايل الطبيعي بتظهر في حدود ال 1700 انا معاك، لكن لما يبقى عندك انهيدرايد الشكل ده من اشهر الاشكال في شيتات الاي ار. بيظهر ازاي لما يبقى عندي انهيدرايد؟ تعال بس عشان ما تتلخبطش مني تمام، والتهم الحته دي مهمه قوي، ازاي بميز الانهيدرايد عن اي حاجه ثانيه؟ انهيدرايد صعب جدا تخطا فيه. بيقول لي خد خط ال 1800، لو انت شاكك ان عندك انهيدرايد خد خط ال 1800، هتلاقي بيك كبيره نازله وعامله تو هيد، عامله راسين لتحت. الراسين اللي ظاهرين لتحت دول عباره عن ايه؟ كل واحده منهم بتمثل يعني فرضيا كربونيل جروب، لان هما الاثنين بيبقوا ساعات الفايبريشن بيكون سيمتريك واسيمتريك، فبتدي لي التو هيد بتوع الكربونايل، يبقى هي سترونج بيك ار. طيب عندي كام قلنا؟ 1800، دي واحده من اعلى الامتصاصات بتاعه الكربونايل جروب، عند الكام؟ 1800. ببص حوالين خط ال 1800، هنا بيك وهنا بيك، 2 بيكس سيمتريك حوالين خط ال 1800 وانت مغمض، ده انهيدرايد. واللي اكد لك كمان ان هو انهيدرايد انك انت هتبص عند منطقه ال 1200 فوق او تحت ال 1200، هتلاقي زي ما قلنا عليها دي مميزه جدا 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 الحته دي، وبيقول عليها سي او سي. ليه بقى؟ ادي سي من لاكسجين وبعد كده دي سي تانية، يبقى سي او سي، سي او سي بوند دي تديني فيري سترونج ابزوربشن في منطقه ال 1100 لل 1200، ده برضو بياكد لي ان اللي عندي انهيدرايد. انهيدرايد، طب انت شايف هنا حاجه؟ والله هنا مش متاكد هو الفاتيك ولا اروماتيك لان فيري ويك بوند. تعالى لمنطقه ال 1400 لل 1600 مش ظاهر ولا حاجه، اللهم الا الديفورميشن، لكن مش ظاهر بقيه البيكات اللي هنا، فده بياكد لي ان هو مش اروماتيك. الامتصاص دايما بيكون في ساعات كده ضعيف شويه في المنطقه دي، ده بياكد لي ان هو انهيدرايد. ركز معايا قوي في حته ان هو الانهيدرايد سيمتريك حوالين ال 1800 عشان هتتلخبط معايا في المثال اللي بعده. طيب لو كان عندي امايد، امايد يعني كربوكسيليك اسيد وشلنا الـ OH وحطيت NH2 تمام، يبقى مجموعه الكربوكسيل هتظهر هنا وكمان مجموعه الـ NH2 تمام. تعال بقى نمسك المركب نفصصه واحده واحده. اول حته NH2 زي ما قلنا عادي خالص هتظهر لي ليها سنتين صغيرين كده
ده يأكد لي ان هو مجموعه ان اتش 2. لو كانت سكندري اميد، لو كان هنا مثلا الكايل جروب، كان هيظهر لي ان اتش بس، فده بيأكد لي ان هو في امين جروب، ان احنا صادقين مع بعض ان هو امين جروب في ان اتش 2. ان اتش 2 كانت امين ولا امايد؟ الامين تبقى الايه، ان اتش 2 ماسكه في الكايل جروب، لكن الامايد بتبقى ماسكه في الكربونايل كاربون. ده فرق واضح جدا. تعال بقى نشوف الكربونايل. عايزك تثبت في دماغك حاجه مهمه. قلنا على ان اتش 2 بتعمل ديفورميشن. الديفورميشن بتاع ان اتش 2 كان بيبقى في حدود الكام؟ ال 1600 او فوق شويه. ده الديفورميشن بتاع ال NH2. طيب الكربونايل، الكربونايل بتاعت الأمايد بتعاني من مشكلة كبيرة جدا. تعال الأول نحكي لك قصة. ال NH2 بيبقى عليها لون بير، زوج حرم الإلكترونات، بتمنحه للربطة دي، فأوتوماتيك بتكسر الربطة دي لفوق، وبتقضي بعض الوقت الكربونايل في صورة O نيجاتيف هنا، ودي كمان دبل بوند NH2. تمام، ادي ال NH2. ده كده واحدة من اشكال الريزونانس استراكشر بتوع الامايد. تمام، طيب واحد يقول لي الكلام ده مش صح، الكلام ده مش منطقي بالنسبة لي، ايه اللي هخليه يعمل كده؟ هقول لك ان الامايد بتقضي حوالي 70% من الوقت في الشكل ده صحيح، و30% من الوقت في الشكل ده اللي هو resonating structure. طيب وبناء على الكلام ده الاكس راي اناليسيس، لما جم يقيسوا الاكس راي تمام للمركبات دي، لو ان المجموعه دي بتبقى بلانر ما بتبقاش في 3 دي ستراكشر، وده ياكد ان بسبب البلاناريتي ان في دبل بوند هنا بتتكون، ولذلك بتبقى دي عندها بارشال دبل بوند كاركتر. تمام، وده اللي خلى الكربون نيتروجين بوند بتظهر الى حد ما قويه، وده برضو اللي هيضعف الكربون اكسجين بوند. ما هي بقى الكربون اكسجين بوند، ركز معايا، ما في نفس الوقت زي ما الكربون نيتروجين بوند ازدادت قوه، الكربون اكسجين بوند اللي هي السي دبل بوند اللي احنا عارفينها بقت بتقضي وقت شويه على شكل سنجل، فخدت بعض السنجل بوند كاركتر، ونتيجه لكده خلت التردد بتاعها بدل ال 1700 مثلا بتبقى هنا بالظبط، لا ده هي شفتد لحد ال 1650، بقى الرقم ده اقل رقم هتشوف عنده امتصاص للكربونين. واحد يقف كده ويقول لي استنى بقى، انت من بدري قلت لي لما بلاقي البيك نازله لتحت كده وعامله سنتين لتحت، اهو عامله سنتين لتحت هنا، انا بجري بسرعه واقول انا هاي درايف، اعمل نفسك مش شايف دي ولا شايف دي. تمام كده كلام منطقي ان ده انهايدرايد. يا راجل حرام عليك، ده انا قلت لك الانهايدرايد بتمسك خط ال 1800، بيك هنا وبيك هنا، ده الانهايدرايد. انما الامايد بيبقى في حدود ال 1650 كده، واتنين بيك جنب بعض، اوعى تتخدع فيهم ما بين الانهايدرايد والامايد وبعدين ال NH2، واضحه جدا. تمام ده كده تمام. طبعا من 1400 لل 1600 دي مشاكل الاروماتيك رينج طبعا. طيب تعالى كده احقاقا للحق، ايه اللي حصل؟ انا لما مسكت الخط ال 3000 زي ما كل مره بتقول لي، وابتديت اسحب الخط بتاعي، طبعا الخط طلع معوج تمام، ابتديت اخد الخط بتاعي، كل اللي فوق يبقى اس بي 3 اس بي 2 او اس بي، وكل اللي تحت يبقى اس بي 3، لقيت كل الهيدروجين اللي عندي اس بي 3، وجيت هنا لقيت اني بأكد ان في اروماتيك رينج. اذا اصبح عندي دليلين كل منهما يدحض الاخر، دليلين كل منهما بيعاكس شغل الثاني. اقول لك ركز، الامايد دي عباره عن استكمال للريزونانس، بقى الريزونانس ممتد، الرنين بتاع الحلقه ده الريزونانس بتاع الالكترون امتد للخارج، فاصبح الريزونانس والالكترونات شيفتد لبره، وساعات الالكترونات بترجع لجوه. الريزونانس ده بينتج عنه ضعف في الكربون هيدروجين بوند دي، ونتيجه لكده بلاقي ان معظم الامايد حتى وهي اروماتيك بتمتص عند ترددات اقل من الترددات المتوقعه للمركب العادي، فهنا بتلاقيها بتمتص تحت ال 3000 بدل ما تمتص فوق ال 3000 زي ما انا متعود. تمام، دي برضو من ضمن المشاكل بتاعه الامايد، وان كان معظم الناس ما بيحبش يجيب اسئله عليها عشان الحته دي، ولكن اهم حته في الامايد اهي دي،
ودي اللي بتميزها عن الانهيدرايد. تمام. تعال بقى نيجي للمركبات، واحده من المركبات او جزء من المجموعات الوظيفيه المهمه جدا في الكيمياء العضويه، المركبات المحتويه على النيتروجين. احنا اتكلمنا على مجموعه ال NH2 لوحدها، لكن دلوقتي هنتكلم على الانساتوريتد نيتروجين كومباوند، ان الكار اللي هي الكربون نيتروجين بوند بيكون فيها انساتوريشن. تمام. طيب بيقول لي والله الانساتوريتد كربون نيتروجين بوند هنقسمها لحاجتين، اول حاجه اللي هم عباره عن الكربون تريبل بوند ان، كربون تريبل بوند ان. تمام. والمجموعه دي بنسميها نايترايل. تمام. لو بقى المجموعه الثانيه ماسكه من الجنب ده، تمام، تبقى دي اسمها نايترايل. طيب لو الاتصال اتعكس بقى كده بقى من النيتروجين اسمها ايزو نايترايل، اما او بيسموها حتى سيانايد في الكيمياء غير العضويه، بتسمى المجموعه دي سيانو جروب. تمام. فبالتالي في مجموعه تانية مشهوره قوي لما تبقى فيها اكسجين هنا، فايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان دي بتسمى اسمها سيانيت، سيانيت عشان ماسك فيها اكسجين. تمام. لو انت عندك مثلا سولت او كومبلكس من السيانيت فبتشوف له امتصاص برضو للسي تريبل بوند ان، لان السيانيت بيبقى فيها سي تريبل بوند ان من جوه. بيقول لي والله لو عندك سيانيت او نايترايل او ايزو نايترايل او اي نايترايل جروب سي تريبل بوند ان جروب، بيقول لي كلهم بيدوا شارب سترونج باند، شارب اهي وسترونج عشان نازل اخر الشيت، وتبقى مش برود باند، واصله في حدود كام؟ من 2000 لل 2300، ودي تقريبا نفس المنطقه اللي بتمتص فيها السي تريبل بوند سي. تمام. اللي بيميزهم بس قوه الامتصاص والتردد. السي تريبل بوند سي غالبا غالبا ما بتوصلش حتى لتلت الشيت من فوق، وكمان امتصاص بيكون ضعيف، وعنده ارقام في حدود ال 2100. تمام. في حدود ال 2100 في اغلب الاوقات. تمام. لكن هنا بلاقي ان السي تريبل بوند ان بتمتص في حدود ال 2200 لل 2300 في اكتر ومعظم الحالات بتاعتنا، بيكون الامتصاص قوي لاخر البيك. ده لو كان عندي نايترايل. طيب احنا اتكلمنا عن البنزين، ودايما بنسمع عن مركبات النيترو، مركبات النيترو جزء مهم جدا في الكيمياء، فما اتكلمناش عن النيترو كومباوند. بيقول لك خد بالك لو عندك نيترو كومباوند فان ال ان او بوند، ان دبل بوند او، رابطه قويه وهايلي بولر، وبتكون الرابطه دي قويه جدا. تمام. فبتدي امتصاص قوي، احنا قلنا لما البولاريتي تبقى عاليه بيبقى الامتصاص قوي. تمام. طيب لما هي امتصاصها قوي وبولر جدا، اذا اي اروماتيك كومباوند المفروض اشوف له بيك قويه. بيقول لي ايوه النيترو كومباوند عشان كمان فيه 2 ان او بوند، فبيكون بتديني 2 very strong absorption band، بيكين أقوية جدا وبينهم مسافة كده، وبتلاقي البيك التانية بيكات وصلة لآخر الشيت من تحت، وصلة لحد آخر الصفحة لتحت. فده بيأكد لي إن أنا عندي نيترو جروب. مكانهم فين؟ والله أنت لو جيت تحسب الـ NO لوحدها على هوكس لو هتلاقي الامتصاص بيطلع أعلى من الأرقام اللي هقول لك عليها. طيب ده ليه؟ بيقول لي خد بالك من حاجه، ما هي ال NO هنا ما بتبقاش دبل بوند، النيتروجين ليها حدود في قدره الارتباط، هي ماسكه هنا ببوند وماسكه هنا ببوند وماسكه هنا كمان ببوند، وبتوزع بوند ما بين الاثنين دول، فقوه الرابطه ما بين النيتروجين والاكسجين، ما بين النيتروجين والاكسجين في النيترو، بتكون رابطه بيقول عليها البوند اوردر كام؟ 1.5. فاكر انت زي فكرة البنزين بيبقى الدبل، دي تبقى دبل شوية ودي تبقى سنجل شوية، فاحنا لما بنقيس بالجهاز بيشوف ان البوند دي مرة دبل مرة سنجل، بياخد المتوسط وبيبقى دي 1.5 البوند، لا هي ثنائية ولا هي احادية، ودي 1.5. وبناء عليه حلقية بتمتص اعلى من تردد الكربون نيتروجين لو كانت سنجل، واقل من الكربون نيتروجين لو كانت دبل، فبيمتص في ترددين واضحين جدا في حدود ال 1550 ل 1500، غالبا 1550 very strong peak، وعند ال 1350 وساعات بيوصل لحد ال 1300 برضو very strong peak. اهم حاجه النيترو بيظهروا الاثنين مع بعض،
مهم قوي لما اقول لك بيك وبيك، يبقى بيك وتتاكد من البيك الثانيه بي سترونج بيك، اتاكد مره ثانيه هما الاثنين اثنين بيكس اقويه جدا ولا يمكن تخطئهم بعينك. تمام، تعال بقى نبص على الشيت. اول شيت هنبص على النيترايل، ادي ده البنزو نيترايل، ادي سي تريبل بوند ان. احنا بنقص على ايه الاول؟ هل في اي هيدروجين هنا؟ مش هشوف حاجه هنا خالص. ادي ده الاروماتيك، دي منطقه الاروماتيك فوق ال 3000 والدنيا جميله. بيقول لي بقى بص في حدود ال 2100، شايف البيك شكلها ايه؟ كل البيكات اللي كنت بتشوفها قبل كده برود، لكن دي فيري فيري شارب، شارب بشكل واضح جدا. وكمان المنطقه اللي هي فوق ال 2000، المنطقه دي عزيزه جدا في الاي ار، المنطقه دي بتكون يعني قليل قوي البيكات اللي فيها، هتلاقي فيها يا اما السي تريبل بوند ان، تمام، يا اما السي تريبل بوند سي فقط، ولا فيها اي حاجه ثانيه. فانت لو بصيت وشفت البيك قويه، طيب تمام خلاص دي ممكن تكون سي تريبل بوند سي. بص هنا في برضه شارب بيك ثانيه، عشان يبقى مين؟ دي بتاعت سي اتش، بتاعت الكربون الاستيلينك. انت لو عندك كربون استيلينك هنا هيبقى فيها سي اتش، وهنا في تريبل بوند، تمام. فالسي اتش دي بتظهر في حدود ال 3300 وشارب بيك. لو ظهرت هنا ولقيت كمان البيك دي موجوده، يبقى ده ياكد لك ان هو دي سي تريبل بوند ان، دي سي تريبل بوند سي. لكن لو ما لقيتش اي امتصاص فوق عند ال 3300 ولقيت بس خط قوي وواضح شارب زي ده كده، يبقى ده بياكد لي ان هو ده السي تريبل بوند ان، وده برضه التاكيد الثاني. ادي كمان الكربون هايدروجين بتوع الاروماتيك، واللي اكد لي الكلام ده ان عندي مين؟ الاروماتيك بيكس من 1400 ل 1600 الواضحين. كمان ده عشان مونو سبستيتيوتد، فقلنا المونو بيظهر تو بيكس في المنطقه اللي هي الاو او بي اللي هي البندنج تحت ال 800. ادي البيك الاولانيه وادي البيك الثانيه وهما الاثنين تحت ال 800، ده ياكد لي ان هو مونو سبستيتيوتد، واكد لي ان نيترايل ان هنا في سي دي تريبل بوند ان، وكمان ده اروماتيك اتاكدت من هنا ومن هنا ومن هنا. يبقى انا لو عايز اشيك على حاجه ان هي اروماتيك، ببص فين وفين وفين؟ ببص فوق ال 3000 عشان اشوف الكربون هيدروجين، تمام. لقيتها، ما ممكن يكون مركب الكين، بص في المنطقه دي ممكن يكون الكين، بص هنا مش هتلاقي الباترن ده بالسهل في الالكين، وان كان بيظهر بعض الوبات في الالكين. ده كده النيترايل. تعال نبص على نيترو كومباوند. جبنا نيترو بسيط جدا اللي هو النيترو بنزين، هذه منطقه الاروماتيك، تمام، وسيبك منها لان دي مش دي يعني بيت القصيد بالنسبه لنا. تعال نبص على النيترو جروب. قلنا تو بيكس واضحين، ده واصلين لاخر شيت من تحت اهم. البيك الاولانيه في حدود ال 1550 اهو، دي اول بيك، والثانيه في حدود ال 1350 تحت ال 1400، ودي البيك الثانيه. دول واضحين جدا، مهما حصل مفيش حاجه بتوصل للارتفاع ده كله، وده بياكد لي ان هو نيترو كومباوند. طبعا خليك متاكد ان انت مش هتلاقي نيترو لالفاتك، فوانت باصص كده هتشوف برضو هنا حصل اوفرلاب ما بين البيكه بتاعت النيترو مع البيكس بتاعت الاروماتيك رينج. وكمان لو بصينا هنا هنلاقي مين؟ هنلاقي المنطقه اللي بتاكد لي ان ده مونو سبستيتيوتد بنزين، بس هنا برضو الاثنين بيكس شفتت شويه لترددات اعلى، ده بياكد لي ان هو النيترو الكترون وذرونج، مجموعه ساحبه للالكترونات، فخلت الرابط شويه اقوى وخلت كل الترددات شفتد لاطوال اعلى، لترددات اعلى، تمام. ده برضو النيترو جروب، اهم حاجه انا عايزك تاخد بالك منها اهو، النيترو ادتني خطين واضحين جدا ما اعتقدش انك انت ممكن تتوه فيهم نهائي. ده برضو بياكد لي ان انا عندي نيترو كومباوند، تمام. طيب تعالى نشوف يعني الحاجات اهو في الاخر كده. لو عندي سلفر كومباوند اورجانو سلفر، فيقول لي السلفر بياخد شكلين، يعني اسين في مجموعات ثانيه بس دول اشهر حاجتين، يا اما اس اتش سايول شبه الكحول. الاس اتش بيقول لي بتظهر بيك ضعيفه جدا في حدود ال 2500 وغالبا ما بتعرفش يعني تاخد بالك منها قوي، ويك بوند في حدود ال 2500 دي السايولز. وطبعا السايولات ريحتها لا تخفى على احد، عمرك ما هتغلط فيها برضو، دي في حدود 2500. اللي مهمه بالنسبه لي السلفونامايدز، السلفونامايدز دي عباره عن عيله كامله من المضادات الحيويه، تمام. شركات الادويه معظمها بتعتمد على قياس المجموعه دي ان هي تعمل ديتكشن للدواء وتقدر تركيزه في العينات وتحدد نسبه الماده الفعاله في الدرج.
معظم المضادات الحيويه الانتي بايوتكس اللي احنا بنشتغل بيها بتبقى سلفونامايدز. طيب السلفونامايد دي عشان نبسط على نفسنا فيها حاجات جديده وحاجات قديمه، هلاقي فيها ان اتش 2 اللي فوق عندك من 3200 لل 3500، وعندي الاس او بوند. بيقول لي الاس دبل بوند او بوند دي الاس دبل بوند او دي بتكون قويه في البولاريتي. يعني ايه؟ يعني هلاقي الامتصاص برضو شبه الان او لاخر الشيت، تمام. وعشان عندي مجموعتين فيظهر لي تو لاينز، بس مش هيظهروا شبه مكان النايترو، لا هيظهروا يعني تحت شويه، فبيديني برضو فيري سترونج ابزوربشن باند بتبقى تحت الارقام دي، تمام. بس احيانا ما تبقاش ظاهره شبه النايترو، تبقى تحت واقل كمان من الارقام دي، عشان برضو الان اتش 2 بتضعف الرابطه. كمان تقل السلفر مع الاكسجين بيبقى كبير، فده لو طبقنا في هوكس لو هلاقيه برضو يديني ترددات اقل. تعالى كده نبص على شيت للسلفونامايد، ادي الامين طبعا هنا بتكعبل شويه عشان فيه ريزونانس قوي، تمام. كمان عشان هو دي بتبقى تدي دونيشن ودي كمان عامله ريزونانس مع اللي فوق، فده بيخلي الاتشات بتاعت البنزين شيفت تحت ال 3000. بس انا لو بصيت هنا دي بتوع الاروماتيك. طيب تعال نبص بقى على السلفونامايد. السلفونامايد بيك، وادي البيك الثانيه، واحده في حدود ال 1300 وواحده في حدود ال 1150، تمام. يبقى في حدود ال 1150 ودي في حدود ال 1300، دول بياكد لي ان هو عندي سلفونامايد جروب من هنا ومن هنا، تمام. سلفونامايد زي ما قلنا جزء مهم جدا من المضادات الحيويه اللي موجوده في العالم كله، واحده من اهم عينه في المضادات الحيويه كلها اللي هي السلفونامايد، تمام. ده برضو طبعا متاكدين ان قوتها مش شبه النايترو، لحد ما دي ضعيفه زي ما قارنت بالنايترو، بس هي بيكات قويه وواضحه برضو، ده بياكد لي ان اللي عندي ده سلفونامايد. حلقات البنزين طبعا هنا صعب شويه اعرف السبستيشن باتر، لاني في شفت شويه بسبب الريزونانس. بسبب ايه؟ الريزونانس اللي عندي القوي في المركب. تعال بقى نشوف اخر حاجه وتكون يعني ان شاء الله نختم بيها النهارده ونختم بيها شرحنا الكامل للاي ار، اللي هي الاورجانو هالايد. بيقول لي والله ان الكربون هالوجين بوند سي اكس، طبعا اهي الكربون هالوجين بوند الاكس دي ممكن تكون فلور كلور بروم يود، تمام. فبيكون الرابطه دي قطبيه جدا، بيكون عندهم اعلى سلبيه كهربيه في المركبات المعروفه، اعلى اتومز في السلبيه الكهربيه هم الهالوجينز، فالرابطه دي بتكون هايلي بولر، ولما البولاريتي بتكون عاليه الامتصاص بيكون قوي، ولذلك الكربون هالوجين بوند بتكون عندها فيري سترونج ابزوربشن، بتكون عندها امتصاص قوي جدا. ولكن زي ما عندهم اعلى سلبيه كهربيه عندهم اعلى اوزان ذريه لاي اتومز ممكن تمسك في الكربون. طيب وزنهم الكبير ده لو عوضنا بيه في هوكس لو هيتوقع لي ان تردداتهم تكون قليله جدا. لك ان تتخيل ان من وزنهم العالي جدا ان الكربون ايودين والكربون برومين بوند دول بيمتصوا خارج الرينج بتاع معظم الاجهزه، بتلاقيه بيمتص دايما خارج الرينج اللي فوق، يعني احنا لو جينا هتلاقيه بيمتص تحت ال 650، وده اللي بيخلي معظم الاجهزه ما بتعرفش تقيس الامتصاص بتاع الكربون ايودين بوند او بتاع الكربون برومين. طيب تعال نشوف الكربون فلورين، بيقول لي عشان اخف شويه والربطه اقوى فبيمتص في حدود من 1000 لل 1100 وبرده بيكون امتصاص قوي ولكن بيكون خط وحيد. طيب الكربون كلورين بيكون في ترددات اقل من 760 ل 550، يعني في حدود بدايه الامتصاص بتاع الجهاز، وده هو السبب ان الكربون تتراكلورايد. ركز بقى معايا، ده كربونه فيها 4 كلورايد ما فيهاش اي سي اتش بوند، فمن هنا هيبقى ما فيش اي امتصاص في الترددات العاليه، ولذلك الكربون تتراكلورايد هو واحد من اكثر المذيبات المستخدمه والمفضل للحقيقه، يعني ان هو اثناء عمليه قياس الاي ار. يبقى افضل سولفنت في الاي ار، ناسبنا الحته دي للاخر عشان اوضحها لك كده، ان هو الكربون تتراكلورايد تقريبا بيمتص في اخر الشيت خالص، ما بيدريليش اي فانكشنال جروب. كمان انا ممكن اقيس في الاول من غير العينه بتاعتي واسيب على الجهاز الشيت واخليه يطرح الشيتين من بعض بعد قياس عينتي، وبكده يبقى خفيف تاثيره، وان كان يعني هو ما بيمتصش في الحته دي خالص. فدائما هتلاقي ان احنا بنستخدم الكربون تتراكلورايد اينما كان المركب بتاعي عايزه يبقى الشيت بتاعه نظيف. احيانا بيستخدموا حاجه اسمها الفلورو لوب، فلورو لوب
أو اللي هو عبارة عن نوع من الكيروسين ولكن بيريفلورو، كل الكربون هيدروجين اللي فيه بقت كربون فلورين، فبيمتص برضو في منطقة واحدة اللي هي من 1100 للألف، من 1000 للألف ومية، وده برضو بنقدر نستخلص منه لأنه ما بقاش في منطقة فيها امتصاص قوي لمعظم المركبات، وده اللي بيخلي إن الكربون أو الأورجانو هيدروجين كومباوند بتكون هي ممتصة قوي لأشعة تحت الحمراء ولكن في ترددات قليلة، فده اللي بيخليها معظم الأجهزة ما بتقدرش تحس بيها وتستخدمها كمادة شفافة ليها. ولكن إحقاقا للحق اللي هو الكربون هيدروجين بوند دي سر كارثة العالم، لأن زي ما قلنا بتمتص بشكل قوي للآي آر، تمام؟ وتأثير الآي آر تأثير حراري، دي تعتبر أشعة حرارية وبتنتج أصلا من الأجسام السخنة، تمام؟ وده التأثير بتاع اللي هو الكلوروفلوروكربون اللي هي المركبات السي اف سي أو الفريونات بيبقى فيها كربون هيدروجين بوند، فبتمتص الأشعة تحت الحمراء وده اللي بيسبب الاحتباس الحراري العالمي. ده برضو يعني نهاية دراستنا إننا نفهم بشكل علمي إزاي إن المركبات دي أي حاجة بتمتص الأشعة تحت الحمراء بتعمل لي احتباس حراري، لأن المركبات دي بتحتبس الحرارة الناتجة من الأشعة تحت الحمراء وتسبب ارتفاع في حرارة كوكب الأرض. بكده وصلنا لآخر محاضرة لينا في شرح الآي آر. كده يبقى أنا عندي ثلاث محاضرات في شرح الشتات، وعندي محاضرة لو عايز تبص عليها عشان تفهم شغل الجهاز براحتك، اللي هم أربع محاضرات هياخدوك من عندك صفر معلومات عن الآي آر يوصلك بإذن الله لدرجة إنك أنت هتبقى عندك مهارة معقولة وراجل بروفيشنال إن شاء الله في تفسير شيتات الآي آر. لو عندك أي سؤال، عندك أي شيت فيه أي مشكلة، ابعت لي أو سيب لي كومنت وأنا هرد عليك بإذن الله، وهسيب لك في صندوق الوصف بإذن الله يعني هسيب لك شيت فيه شرح كامل للآي آر كتابة، وفي شيتات كاملة للآي آر وأسئلة عن الآي آر بإذن الله هتتدرب عليهم وهتبقى تمام التمام. لو عندك أي حاجة تقدر ترجع للفيديوهات مرة واثنين وثلاثة، وكمان ابعتني وأرد عليك بإذن الله. أتمنى أن تكون استفدتوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.